إذا واجب البيت التدريبات، يعني أنا قلت قبل ذلك وفي مفردات إضافية، التدريبات متعلقة بالأعداد الترتيبية المؤنثة. جنس كيرو تارت سون لين مارش كلارن يام قلاس له التدريب أول والثاني والثالث. ومن التراكيب النحوية جاب تزوش لقى داير مارش كلادان التدريب أول. مثلا نقرأ المثال هنا في الصورة، المدرسة والبيت. المدرسة بعيدة عن البيت، عن البيت. إذا في كل جملة نضع ماذا؟ بعيد أو بعيدة عن. أزاق ديان جاب تركيس البرنامج برنامج ده أزاق. التدريب. لأنك واتما بيت. آه. عن أنا قجار جار أنا قبل أنك واتما. بعيد سوزا عن بلانكي لا دوز. بعيد عن بلان إيش لاتلادة؟ هر دائما. هر دائما. برنامج أنا أزاقت مختبوسيز بعيد سوزنا. إيش لات مختبوسيز أزاقت بيت شون بعيد. دان أزاقت سا عن بلان إيش لات. التدريب الثاني حول كما في المثال هنا أيضا نقرأ المثال. في الصورة مدرس مدرسة، سأكون مدرسا إن شاء الله للمذكر، سأكون مدرسة إن شاء الله للمؤنث. فعل سأكون لا يتغير للمذكر وللمؤنث. في المتكلم لا يكون التذكير والتأنيث. برنت شخص مشكو جنسكي وشان في الوزقامين. وفي مهن أخرى أيضا هكذا نضع فعل سأكون فعلا كويس. التدريب ثالث حول كما في المثال. بوتا مثال ديك، أنا طالب في جامعة دمشق. من دمشق يونيفرسيتي ده أوكوتشما. جامعة دمشق. أنا طالبة في جامعة دمشق. مذكر ومؤنث، طالب طالبة. إذن أنا طالب للمذكر، أنا طالبة للمؤنث. تكوننا جملتين، تركبنا جملتين. اكتدن جاب زسلة. أنا طالب وأنا طالبة. والجامعات أسماء الجامعات لن يتغيروا حسب الصور. رسم يا قراب وزجر هذا نقله. التدريب الرابع هنا أيضا تركبنا الجمل كما في المثال. جامعة تدرس. في أي جامعة تدرس؟ قيس أونيفرسيتو قيسان. في أي جامعة تدرسين؟ تدرس للمذكر، تدرسين للمؤنث. إذن لكل صورة تركبنا أيضا جملتين. اكتدن جابت سلبوت تدرس للمذكر وتدرسين للمؤنث مخاطب. مثلا مسجد تصلي. قيس مسجد أقيسان تصلي للمذكر للمؤنث تصلينا. هكذا في الأفعال الأخرى أيضا. وكان في اللدام خدشنقة. التدريب خامس هات جملا كما في المثال. مثلا غسل الفاكهة. غسل فعل ماضي. يودا. يغسل مضارع. نضع يا حرف يا قبل فعل الماضي. و اغسل فعل أمر نضع الألف. ومن أجل أن الحرف قبل الأخير بالكسرة نضعه في بداية في الألف الكسرة. ألف كيم نما قيامس كسرة قيامس شون كي آخر دولي حرف كسرة لبو جاني وشون فاس خال خال دولي منا قبول ميده
لو تكون بالفتحة أو بالضمة ماذا نضع؟ أجر فتحة ليضم لبسن ما قيام زالفك ولد قاخازر فتحة ليضم لبسن ما قيام س لا أدخل بلد يدخل بسن أدخل بلد أنا قا وبلد خب مثلا يقرأ فتحة بلا كسرة ده كسرة قويردك ضمة لي بوغن ده ضمة قويردك فتحة لي وكسرة لي بوغن ده كسرة قويرز مثلا قرأ أنك تقرأ يقرأ آخر ده عندي فتحة لي اقرأ بلده يوكي مثلا سامع يسمع أمانة وزبير بقو يعني كسلة وزيلة قمسة كسلة الأفعال كلها موجودة في الله ما سبارة كنسلة وزيلة قمسة كنسلة تايور قوي برغنك التدريب السادس حول كما في المثال هنا أيضا مثال دي جدي جابت زسلة كتب المواد الدراسية كتب المواد الدراسية نكتب في صيغة الأمر نحول الفعل إلى أمر في الأمر جوز جارت رامس كتب ونيتو مضارع نيس ليسلا لما بولاد مضارع يكتب بولاد يكتب وندا ألف كان ما قيامس ضم قيامس أكتب بولاد شرب وهكذا قجا في اللانيا مضارع إسلاب كيجن أمر جاهل أندرس وملخص التراكيب أنا أدرسه في الدرس القادم إن شاء الله واضح؟ واضح واضح اكتبنا التدريبات في البيت يوم يوم الاثنين سندرس نحو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله في أمان الله